عليكم. لكم الفنان حسن سلطان. اولا لي الشرف انني نجي للمدينه الثانيه ديالي المدينه الحبيبه مدينه مطزم اللي مدينه يعني معروفه مدينه الشهداء والناس ديالها ناس ديال الكرام. والحمد لله لي الشرف ان نكونوا في هذا المهرجان ديال الثقافه في مدينه مطزم. كنتمنى ان نكونوا خفاف على قلوبكم. هذه تحيه اصلا أصوات صنفي أن الفرقة الموسيقية لأن كانت فيهم اندماج مع مجموعة الوفاق اللي معروفة بكم القرقان اللي تبارك الله عليهم ولاد المنطقة واللي كنفتخر بهم موسيقيين ديال بصح. نتمنى إن شاء الله كتكون الفرقة إن شاء الله اللي اندمجت وتسمات فرقة حسن سلطان أنها غتعطي إن شاء الله شي حاجة زوينة لمدينة طرزم ومدينة خريبكة. نتمنى أن نكونوا خفاف على قلوبكم. شكرا للمنبر ديالكم اننا ان شاء الله تكون سهره مشاهده تبارك الله عليكم. اليوم يعني اولى السهرات ديال الدوره الثالثه لمهرجان وطزم للثقافه والفنون. شنو الاقتسامات ديالك انك تشهي هذه السهرات خاصه المنطقه ديالك السعدوه؟ الاقتسامات ديالي هذاك الشيء اللي كنتظاهر احسن من ذاك الشيء اللي كان في بالي انا احسن. وديما ماشي اول مره الله يرحم على ولد راه ثاني مره عام على عام الحمد لله داكشي غادي في الشهاد الحمد لله. ولكن بيكم كنشكر من خلالكم انتوما المنابر الاعلاميه بيكم انتوما باش كاين هذا الشيء كاين الحمد لله اللهم شكرا لكم الله يعزكم. الصحافه اون جينيرال بلا ما عرفت شكون هذه المهم الصحافه كامله كنشكركم اون جينيرال. الشعور ديالك وانت كتغني شفنا كانك تطلب الام ديالك والحضور ديال الام ديالك والعائله يعني ملي كتعيط الوالده شعور لا يوصف صاحبي. يعني الوالده ديالي بغات تطلع معايا يعني هنا راه كيبان لك بان ربنا فرحان وعاجبه الحال اللهم لك الحمد لله. بخصوص الجديد الفني ديال عبد الوهاب الجديد الفني في مقارب ان شاء الله راه في الصدر ديالو غادي يكون عمل فني فيه شويه قديم شويه جديد والحمد لله قلب ربي الاعجاب ديال الجمهور. ما كتشوفش ان خصوص النجاح اللي كيتحققوا كفنان على مستوى المشاهدات يعني في المنصات الرقميه او كذلك في الحضور عده سهرات كنشوفوا الاقصاء ديالكم من المهرجانات الكبرى كمهرجان مولاي عبد الله؟ انا شويه بعيد من هذاك الشيء ديال السوشيال ميديا وهذه الحلقه بغيتي السوشيال ميديا هو ماشي مقصيد الحمد لله عندنا سهرات وكذا ولكن انا شويه متبعد متحفظ من الشيء ديال السوشيال ميديا واللي كانت يكون كان لا اللي كانت يكون لا الحمد لله الحمد لله. شكرا لكم وشكرا لكم وكل ما انتم ما يكونش حاجه والعز لكم ونصر لكم الصحافه اون جينيرال الصحافه اون جينيرال على راسي وعلى عيني. شكرا لكم شكرا لكم. انا ما بغواني مش هتقدر اشكي في الموضوع انتوما انتوما ما سمعتوا هذا كي على كي يا سلام البونجور ديالكم عاود عاود كي على كي راه هذا هو وطزم راه عطونا الثقه عليكم انتوما عليكم انتوما تحياتي وديما وطزم مشرفني.